ادي البيض وادي زيتك. اهلا بيكم في حلقه جديده اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده في ايه؟ في ايه؟ مش عارف اكمل ليه. ايه ده كده؟ يلا كبسوا يا اخويا، كبسوا الجوله دي بتاعتنا هتخلص عندنا. انا هرد لك اللي حصل فيا ده. ده احكام المره الجايه هتبقى نار، احكام نار. اسد ارحب يا ملوف، ارحب. فينك من بدري؟ ايوه يلا تكبيس اكتر، تكبيس يا شباب. ها الكوفات دلوقتي على التريبل، يلا. ها بيض اهو وادي الزيت. الجوله الجايه لو ما جبناش الربع مليون خلاص انا هكمل، وانا هرش ده كله على نفسي عادي، ما عنديش مشكله. انت بتعمل ايه؟ في ايه يا عم؟ سيبني فاتح لايف. هو انت وصلت للمرحله دي؟ مرحله ايه يا عم؟ ما انا عادي اهو قدامك وانا مجنون. ثواني كبسوا بقى، كبسوا تكبيس اكتر يا شباب. طب انت فاهم انت اصلا بتقول الكلمه دي ليه؟ ايه المشكله يعني؟ بكله عادي بيقولها على الابلكيشن وبتعدي. بص سيبني في حالي بقى، انا جالي اسد وعملت فلوس شهري شغل في دقيقه واحده، فسيبني في حالي خالص الله يبارك لك. انا من دقايق كنت بحاول اعمل فيديو ولقيت نفسي مش عارف اعمله زي كل مره. كنت متوتر، قلقان، حاسس ان الموضوع فيه حاجه غلط مش زي كل مره. ولقيت ان كل محتوى مهم بقدمه او بحاول اشوف اعمل حاجه مفيده للناس او اقدم حلقه فيها معلومه مهمه تفيد اي حد بيتفرج عليها، بلاقي نفسي مش بحقق مشاهدات والناس مش بتتفرج غير في بعض الحاجات. فقعدت افكر واقول هو انا بكمل ليه؟ وبحاول ليه اعمل حاجه رغم انه في حاجات اسهل بكتير زي الطريق اللي انت اخترته، ناس كتير اختارته وبدات تشتغل عليه وبداوا يكسبوا منه ملايين. بس يا ترى انت عارف كويس قوي انت بتعمل ايه؟ عارف، وديني بكسب فلوس اهو، مش عارف اعمل ربعها بره. خليك انت في حالك بس وسيبني في حالي. طب تفتكر الانسان هيبقى مفيد في ايه لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟ هخسر بس هعمل فلوس وشهرة. بص انا مش هقول لك ان الحياه ورديه وان انا مبسوط والدنيا جميله وانا بعمل احسن حاجات، على الرغم من اني بعمل الحاجه اللي بحبها، بس طالما مش كل الناس بتتابعك وبتشوفك وانت لقيت حاجات غريبه في المجتمع فتاكد انه في حاجه غلط ولازم نفهم الغلطه دي فين. يا عم الناس بقت فنانين خلاص. طب ما تيجي معايا واعرفك شويه حاجات غريبه عن الموضوع اللي انت بتعمله، وازاي في غسيل اموال، وازاي في مشاكل كبيره قوي وانت ما تعرفش عنها حاجه، وانت مجرد لعبه بيتلعب بيك وانت ما تعرفش. انا معاك واسمعك. قول. اكيد طبعا جه في بالك في يوم من الايام انك ليه ما تطلعش لايف عادي زي ما كل الناس بتعمل اليومين دول. انت راجل مطحون في الشارع وتعبان وطلعان عينك، وممكن تقعد في الشارع بال 12 ساعه وفي الاخر على ملالين، واللي انت بتعمله في ساعات واسابيع وشهور غيرك بيعمله في دقايق. بس انا اكدك معلومه ان ده شحات، وزي ما كلنا عارفين اسلوب الشحات مختلف من طريقه للتانيه. كنت قاعد في مره زهقان وقلت انزل اقابل ناس اصحابي، وبالصدفه وانا قاعد معاهم لقيتهم مهتمين قوي بالابلكيشن وفاتحينه وعمالين يبصوا ولايفات وعمالين متابعين ناس كويس جدا. الموضوع يشغلني واسال فيه اكتر، رغم ان كده كده بقدم محتوى عليه من زمان جدا، بس ما فكرتش ان اطلع لايف او اعمل زي ما هم بيعملوا. لقيت واحد من ضمن اصحابي بيقول لي ان الشخص ده متابعه كويس جدا، وكل يوم بقعد اتفرج على اللايفات بتاعته بالثلاث اربع ساعات، وعايز اقول لك بيجي له مبالغ مهوله، كل شويه يخش له اسد وحوت وشويه ملايين بتخنه في القعده الواحده. فبدا الموضوع يلفت نظري اكتر واقول له طب اشمعنى الناس دي بتعمل كده؟ وليه الناس التانيه اللي بتدفع لها فلوس اصلا بتخش تدفع لها؟ ما هو محدش عبيط في الزمن ده. لقيت سامر بيقول لي ما اعرفش، بس انا الموضوع بدا يعجبني وعايز اعمل زيه وعايز اطلع لايفات. رجعت البيت وقعدت افكر في كلام صاحبي واقول هو ليه الناس دي بتعمل كده؟ وايه المشكله لما اخش بره واشوف هو اللايفات دي بتعمل ايه بالظبط؟ وفعلا بدات الموضوع. انت الساعة كام عندكم دلوقتي؟ عندكم الساعة كام؟ مش فاهمني. طيب اللي بعده. انت كنت بتاكل؟ بس لما فتحت اللايف لقيت انه محدش مهتم، لان انا اصلا بقدم محتوى وعمري ما فتحت لايف قبل كده على الابلكيشن ده، فبالتالي الناس مش عارفه انك بتفتح كل يوم. بدات ادور على الموضوع اكتر، عرفت انه لازم تفتح كل يوم وعدد ساعات معين عشان الناس تخش لك ويبدا الناس تعرفك ويبقى في دعم ليك. وفعلا قررت ان انا اقفل الموضوع بجديه شويه وافتح كل يوم واشوف هو ايه اللي هيحصل بعد كده. بقيت اخد معلومات اكتر واقعد على اللايفات بتاعت الناس دي اكتر عشان اشوف الناس دي بتوصل لايه وبتتكلم في ايه وبتعمل ايه بالظبط في اللايف. بس من متابعتي للناس دي لقيت ان هما ما بيقدموش حاجه معينه، ولا واحد فيهم بيتكلم في موضوع بحد ذاته، ولا بيقدم معلومه علميه ولا قصه ولا حاجه تفيد اي حد. مجرد ان هم قاعدين قدام اللايف بيقروا الكومنتات اللي قدامهم، وكل واحد بيكلمهم في حاجه وهم بيردوا على الكومنت ده. فبدات اقلب اكتر في اللايفات لايف ورا لايف، لقيت انه في حاجه غريبه جدا. لقيت انه الناس اللي بتقدم محتوى بجد، سواء محتوى فني او بتشرح حاجه مهمه او ماسكه اله وبتعزف عليها زي الكمان او الناي، او ناس بتغني غنى باحترام، لقيت ان المتابعين بتوعهم جوه اللايف ما بيتعداش الواحد 2 10 بالكثير. فعرفت ان الموضوع ليفلات، وكل ما تقعد اكتر على اللايف وتفتح كل يوم الليفل بتاعك بيعلى وناس اكتر بتشوفك وريتشك بيزيد. بس من متابعتي كل يوم لقيت برضه ان في ناس بتفتح كل يوم وبرضه ما حدش بيتابعها، وعلى الرغم من ده كنت بقلب في لايفات ناس تانيه بلاقي ناس كتير جدا قاعده عليها.
لدرجه ان في لايف من اللايفات لقيت 50,000 واحد قاعد، ومع واحد واحد من اللي بلاقي ان اللايف بتاعهم كبير جدا بدخل اشوف هو عنده كام فولور وبيقدم ايه بالظبط، واتضح لي ان هو ما بيقدمش اي حاجه. وعرفت من ده لقيت ناس الاكونتات بتاعتها لسه جديده زي ما هي بتقول، مجرد انها بقالها 7-8 ايام على الابلكيشن ده، بس لقيت ان هم عندهم 30,000 متابع، ولقيتهم بيخشوا لايفات مع ناس تقيله جدا وبيقولوا ان دي اتقل ناس موجوده على الابلكيشن، ولقيت ان في من 900 ل 1000 واحد بيتابعوا. بس لقيت المره دي حاجه مهمه ومحترمه جدا، لقيت الشخص ده بيتكلم باحترام وبيتكلم انه في حاجات مش عاجباه على الابلكيشن، بس بدات ارتاح شويه نفسيا واقول الحمد لله في ناس بدات تفوق وتتكلم باحترام، وفي نفس الوقت في ناس كتير بتتابعها. بس لفت نظري انه الاكونت كان جديد وفي نفس الوقت الناس بدات تكتر عليه بسرعه، وقلت مش مشكله، بس المهم انه في حد بيتكلم باحترام وبيشجع الاحترام ده، وفعلا حاولت اتكلم معاه او اتواصل معاه بس للاسف ما عرفتش. بدات اكمل في الموضوع واتابع الشخص ده كل يوم عشان اشوف الموضوع بيوصل لفين، لقيت ان الاكونت بتاعه بيزيد بسرعه ونسبه الناس على اللايك بتبقى 1000 و1000 ونص، وانا عارف ان الرقم ده مش اي حد بيوصل له، بس لقيت برضه ان هو بيقول ان هو لسه جديد. منين جديد ومنين بيخش مع الناس التقيله دي ومنين كل الناس دي بتتابعه؟ ابتديت اشك في الموضوع، مبقتش عارف هو مين بيتابع مين ومين بيتكلم في ايه. بعد ايام لقيت ان الاشخاص دي كلها بتتكلم شبه بعض ومحدش بيتكلم في الاحترام اللي كنا بنقول عليه، لدرجه انها وصلت لمرحله كبسوا كبسوا. فبدات اسال الناس في اللايف عندي، هو انتوا عارفين معنى كلمه كبسوا ايه؟ الناس بدات تقول لي احنا بنقولها عشان لقيناها مشهوره على الابلكيشن ده. فبدات اقول لهم انتوا عارفين انها مش من ضمن هويتنا المصريه، ومفيش حاجه عندنا اسمها كبسوا اصلا، ولا في حاجه اسمها ارحب، ولا في حاجه اسمها قفاز. يعني ببساطه لما تيجي تتكلم مع حد بتقول له اضغط على الشاشه او اعمل لايكات، معنى انك بتقول كلمه زي دي ان انت قاصد حد معين توجه له رساله، وطبعا الرساله واضحه. بس الاهم من ده ان افتكرت نظريه التفكيك الاحمقي، ودي النظريه اللي بتحدد حياتنا اليومين دول ماشيه ازاي، وركز معايا في اللي جاي عشان مهم جدا وهتكتشف منه حاجات غريبه. نظريه التفكيك الاخلاقي بتقول لك انك لو عايز تدمر المجتمع لازم تبدا انك تفكك الاخلاق بتاعته، وتفكيكها بيبقى عباره عن ايديولوجيه معينه بتمشي وراها لحد ما تهدم المجتمع ده. واول حاجه في النظريه دي بتقول انك لازم تبعده عن الدين، يعني تحاول بقدر الامكان انك تشغله في اي حاجه وتوجهه لاشخاص يتكلموا باسم الدين بس في حاجات ثانيه، او تحاول تشغله وتبعده عن دينه تماما عشان ما يبقاش عنده القدره انه يفكر في اي حاجه ليها علاقه بالدين والثوابت. ثاني حاجه وهي البعد عن العلم المفيد، ودي حاجه اللي بتطبق حرفيا على الابلكيشن ده، انت بتقدم اللا شيء حرفيا، there is nothing to create. يعني من الاخر تجيب شويه ناس تتكلم في مواضيع ملهاش اي لازمه عشان الناس التانيه تتابعها لانها مهتمه بس بالاحكام والجولات والحاجات اللي بتحصل بتشد الناس وبتخليهم يتفرجوا على حاجات ملهاش اي لازمه، وممكن تضيع من وقتك ساعة واثنين وتلاتة وانت قاعد بتتفرج عليهم وهما بيعملوا حاجات غريبة وبيرصوا على نفسهم حاجات غريبة وبيهينوا نفسهم. تالت حاجة في النظرية انك تبعدهم عن الحياة الاجتماعية وتشيل منهم اي مسؤوليات وتخليهم مجرد اشخاص متساقين، يعني مش هما اللي بيقودوا لكن بيتساقوا. وعشان تعمل النظرية دي وتطبقها بتاخد معاك وقت من 15 ل 20 سنة، والمدة دي تحديدا هما محددينها علشان يبقى في جيل كامل طالع ما عندوش اي معلومة مهمة. يعني كل اللي انت محتاجه انك تاخد الجيل ده وتحطه في جنب كده عشان تقعد تفرجه على اللايفات دي وتخليه مش مستفيد اي حاجه اكتر من اللي هو شايفه قدامه. بس هاجي اقول لك برضه الناس فاهمه كتير ان دي حاجه اسمها شحاته، وناس كتير مش متقبله فكره اللايفات وبتقول عليها دي حاجه مش كويسه، يعني من الاخر بتبعد عنها. فتعال اقول لك الاهم واللي اتعمل فينا ان احنا بدانا ناخد بالنا من الكلام ده، وان في بعض الفئات مش حابه الموضوع علشان مجرد ان هو شحاته. فنعمل ايه؟ نبدأ نجيب ناس محترمين وشكلهم يقول ان هم ناس محترمين جدا علشان نحبب الناس فيهم اكتر ونخليهم يتفرجوا اكتر واكتر على اللايفات دي، ونخليهم مشاهير ويبداوا يمثلوا ويتعاقدوا مع نقابات وتخليه شخصيه عامه ومؤثره في الناس كلها. ما في الحاله دي هتخلي الشباب تبدا تفكر وتقول لك طب ما هو اشمعنى انا؟ ما هو في ناس اهو مهمه ونظيفه بتبدا تظهر على الابلكيشن وبتعمل هي كمان لايفات، بل بالعكس دي بتكسب ملايين وتخش مسابقات. وطبعا هنا مش ضد الاشخاص دي لان هم نفسهم مش فاهمين هم بيتعمل فيهم ايه، بس هو كل الموضوع ان لقى قدامه ملايين جايه له من مجرد قعدته على اللايف، واي حد طبيعي هيعمل زيي. يعني مش هاجي اقول لك دلوقتي ما تقعدش على اللايف ده لو انت حد هيديك الملايين دي، بس هاجي اقول لك حاجه واحده، تعالى فكر هي الملايين والفلوس دي بتدخل لك ليه وازاي؟ المعروف في الابلكيشن ده انه في مصر الفيديوهات ما بتجيبش فلوس، يعني مش زي بقيه المنصات انه كل واحد بيتفرج على الفيديو بينزل لك اعلانات عليه ويجي لك فلوس، لكن الفلوس بتيجي من اللايف. طب ازاي بتيجي من اللايف؟ عن طريق بعض الناس اسمهم الداعمين، وركز معايا كويس قوي في اللي جاي عشان تفهم اللي جاي هيبقى شكله ازاي. الناس اسمهم الداعمين وبيخشوا يرموا لك فلوس عن طريق هدايا معينه زي اسد او حوض او عربيه او حاجات كتير جدا موجوده على الابلكيشن، وبتفضل هديه ورا هديه وبتلاقي نفسك عمال تاخد في فلوس، بس الابلكيشن بياخد جزء منها وانت بتاخد الجزء التاني. بس يا ترى فعلا الناس اللي بتقول لنا ان هي بتاخد الجزء ده بيتاخد، ولا دي بتبقى عمليات تانية خالص هقول لك عليها واشرحها لك؟ وهي عمليات الغسيل. الغسيل هنا هو المقصود بيه غسيل الفلوس، كانك جبت الفلوس وحطيتها وغسلتها كويس قوي لانها ما كانتش نظيفه، بس بعد ما طلعت من الغسيل واتنشرت بقت نظيفه جدا، وهو ده اللي بيحصل بالظبط. ان بعض الناس قالت ان الحاجات دي بتبقى عباره عن غسيل اموال، يعني بعض الناس جايبه الفلوس بتاعتها بطرق غير مشروعه وبتيجي تخش على الابلكيشن وتتفق مع الشخص ده وتقول له انا هدعمك، بس كل اللي عليك انك تقعد في اللايف ده وانا هرمي لك الدعم ده،
هتاخد مني مرتب وهتاخد مني نسبه من الفلوس دي، بس في الاخر ابقى انا طلعت فلوسي اللي كان مصدرها مش معروف عشان تخش على الابلكيشن وتخرج منه ويبقى مصدرها معروف جدا ساعتها، وهقدر انا اطلعها وما اخسرش فيها اكتر من 20-30% على الرغم من اني قبل كده علشان ادخلها قبل الابلكيشن ده كنت بخسر تقريبا تلتينها، يعني بتكلم في 60-70%، فايه البديهي والاحسن ان انا ادخلها واستغلها وما اخسرش فيها كتير. وهو ده بالظبط اللي احنا محطوطين فيه، بس الموضوع وصل معانا لدرجه ان احنا بقينا نقيل نفسنا. تطلع لايف تلاقي واحد رامي على نفسه بيض ودقيق وزيت وانت ما تعرفش هو عامل في نفسه كده ليه، كل الموضوع ان هو بيلم مشاهدات ويلم اكبر عدد من الناس، وناس تانيه بيقال عليهم ان هم مصريين بس انا في اعتقاد ان هم اشباه مصريين، بيطلعوا باشكال مش منطقيه وبيكلموا ناس واشكال غريبه علينا وعلى هويتنا المصريه، حرفيا الموضوع بقى مستفز. لقيت نفسي بقول احنا احفاد القدماء المصريين اللي كان لينا تاريخ من اكتر من 7000 سنه جايين النهارده ناس تانيه تتحكم فينا وتهنا، لكن احنا كمصريين بجد اقوياء جدا وبنقول لاي حد داعم محترم لو هيدعمنا يدعمنا عشان احترامنا مش عشان بنهين نفسنا. في اللحظه دي طبعا بوجه رسالتي لكل الشباب اللي شايف انه ده هو اللي جاي وانه ممكن في اي وقت يبدا يطلع لايف ويعمل كل اللي هو عايزه، ما فيهاش مشكله انك تطلع لايف وما فيش مشكله انك تطلع عندك فولورز كتير وتبدا تتكلم معاهم في اي مواضيع مهمه، المشكله الاكبر انك تتحول لعروسه مارينيت في ناس تاني بتحركك وانت مش حاسس. صدقني شغلك وحياتك هي الصح، اللي بيحصل ده هو تفكيك اخلاقي دخيل علينا واسلوب غريب في حياتنا، واكيد مش هنتحول في يوم من الايام لمجرد عرايس ناس تاني بتحركها. وعلى الرغم من ده انا واثق ان ناس كتير جدا في كل الدول مش عاجبها اللي بيحصل، لان مش كل الناس عندها غسيل، وفي ناس محترمه جدا وعارفين يتعاملوا بجد باخوه واحترام مع الناس كلها سواء مصريين او غيرهم. انا عايد المجدي يا ريت شير كتير جدا للموضوع ده لانه هيفرق بالنسبه لاجيال جايه كتير جدا، وكل الاطفال والاجيال اللي عماله تشوف اليومين دول البهدله اللي بتحصل هيتعلموا ويعرفوا ان اللي جاي مش هيجي غير بيهم ومستقبلهم اللي هم هيبنوه، ولو عايزين يقعدوا على اللايفات يقعدوا بس يقعدوا باحترامهم وبكرامتهم. واكتب لي رايك في كومنت اللي بتشوفه كل يوم اليومين دول، ايه رايك فيه وحله ايه؟ وانا واثق ان احنا هنعرف نخرج من الازمه دي باكبر حلول يمكنها غير ابدا ما نهين نفسنا لان المصريين مش قليلين، ويا ريت نفعل الهاشتاج ده كتير. سلام. عندك حق، انا اصلا كنت قرفان من نفسي بسبب الموضوع ده، بس هطلع لايف وجولات بس بكرامتي وباحترامي.